السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الابتدائي يبدأون امتحان الترم الأول متعدد التخصصات. بدأ تلاميذ الصف السادس الابتدائي أداء امتحان الفصل الدراسي الأول متعدد التخصصات في جميع المواد الأساسية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، العلوم والرياضيات، وسط إجراءات وقائية. ويجيب التلاميذ عن 30 سؤال جميعها اختيار من متعدد دون احتواء الامتحان على أسئلة مقالية. وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول بالامتحان المجمع للفصول من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي ستضاف إلى درجات الترم الثاني، موضح أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب، وتحدد نتيجة الطالب بعد إضافة الدرجات التي يحصل عليها في الفصل الدراسي الثاني. وستضمنت الدراسة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في السنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الاحترازية، حيث بدأت الامتحانات النقل يوم 28 فبراير الماضي وتستمر حتى 4 مارس المقبل، وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطلاب الممتحن فقط، وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة تضم عدد من الاختيار أسئلة اختيار من متعدد موزعة للمواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام. وجاء جدول امتحان كالتالي: أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير، كما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي أمس 1 مارس، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم الثلاثاء 2 مارس، والصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس، والصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.